السلام عليكم، معكم طلال نقار. وصلت معكم لموضوع الهيماتوريا من سلسلة النيفروباثولوجي، هي المحاضرة رقم 6. بداية لازم أذكركم أن الهيماتوريا أو البيلة الدموية إلى لفظين، هيماتوريا أو هيماتشوريا، وكلاهما صحيح وإن كان الأشع هو الهيماتوريا. نتذكر أن الكلية هي فلتر، هذه الفلتر لازم يمنع مرور البروتينات، ولازم يمنع مرور عناصر الدم الكبيرة الثانية ومنها الكريات الحمر. ظهور الكريات الحمر بالبول بيحط تشخيص الهيماتوريا. لما بيكون في كريات حمر بالبول بينحط تشخيص الهيماتوريا. طيب كم لازم يكونوا؟ نفحص عينة بول تحت المجهر، بنحط على عدسة الهاي باور فيلد. ظهور 5 كريات حمر بالساحة وسطيا او حسب التعريفات بين المراجع شوي في خلاف، من 1 إلى 10. كل ما قللنا العدد كل ما كان زاد تشخيص الهيماتوريا، وكل ما زدنا العدد كل ما قل. طبعا البول لازم يكون سنترفيوج، يعني لازم يكون مثفل، بناخذ واحد اكثر من عينه او اكثر من تحليل لحتى نضع التشخيص. الهاي باور فيلد حقيقة هو القياس 400، يعني أنا لازم أحط المجهر على 400 مرة، هذا هو الهاي باور فيلد. باخذ البول بسفله لمدة مثلا 5 دقائق، 5000 دورة أو حسب البراكتس. بعمل الشريحة هذه، بحط نقطة بول، نقطة من الرسابة اللي باخذها من هون. طبعا برمي كل الماء أو يعني السائل اللي بيكون أكثريته ماء حقيقة، فبحط الرسابة هون، بفردها بحطها تحت المجهر، بحطها على 400، هاي 400، وبعد عدد الكريات الحمر. هذه مش 400، هلا هذه مليئة، الساحة مليانة بالكريات الحمر هون، هذه التكبير الأكبر. بعد العدد، إذا كان أكثر من 5 مثل ما شايفين، هذه كلها كريات مدورة بتشبه بعضها منتظمة على الهاي باور فيلد، فبضع تشخيص الهيماتوريا. كيف بكشفها؟ بكشف الهيماتوريا اني بعمل يورين ديبستيك، الكاشف اللوني. اليورين ديبستيك بيعتمد على البيروكسيداز اكتيفيتي للهيم موليكيول، لجزيئات الهيم. فاي مؤكسد بالبول موجود ممكن يعطيني نتيجه ايجابيه كاذبه، حتى لو صار انه المريض او المريضه نظف بمطهر فيه بيروكسيداز اكتيفيتي ممكن يعطيني، وعمل مثلا جمع البول بعدها ممكن يعطيني ايجابيه كاذبه. بالمقابل تناول كميات كبيره من الفيتامين سي مثلا والانتي اوكسيدنت مثلا ممكن يعطي ايجابيه يعطي سلبيه كاذبه. الفكره انه انا لازم اكشف باليورين ديبستيك، وهي بقارنها مثلا، هي بتعطيني عده شغلات منهم الدم، فبيعطيني انه قديش في كريات حمر موجوده او اذا موجوده او لا. ما هو مصدر الكريات الحمر بالبول؟ المصدر بيبدا من الكليه وبينتهي بالاحليل، يعني ممكن يظهر من الكليه باسباب مختلفه، سواء كان اسباب كبيه، التهاب خلالي، انفكشن، انتانات، رد فيزيائي مثلا، خباثه، مالينجنسي، سرطان الكليه مثلا، امراض ستراكشرال، يعني مثلا بوليسيستيك كيدني ديزيز، لو صار في عندك كيسات بالكليه ممكن تعمل بيله دمويه، الميديولاري سبونج كيدني اللي هي الكليه اسفنجيه اللب اظن، نفس الشيء ممكن تعمل بيله دمويه، اصابات وعائيه، احتشاء، خثارات، كلها ممكن تعمل بيله دمويه، كلها من الكليه، ممكن من الحالب اليوريتر، سواء كان حصيات او التهابات انفكشن او خباثه من البلادر، من المثانه، سواء كان انتان او حصيات او خباثات، نفس الشيء اورام. ومن الاحليل ممكن ببساطه وجود فولي كاثيتر، لو في فولي وشد المريض ممكن تعمل بيله دمويه. فالبيله الدمويه شيء يعني عرض غير نوعي حقيقه، لازم انا ادقق فيه منيح لحتى اعرف انه بالضبط هل هو مهم، لازم انا استقصي وراه، ولا شيء بيتفسر بتفسير بسيط انه صار رد على الاحليل او مثلا فولي مثلا مثل ما عم نحكي. مثل ما قلنا ممكن الدم يبدا يظهر من فوق لتحت. هلا انا بيهمني اللي بيهمني هون ب هذا الكورس هي الامراض الكبيه حقيقه، الامراض الكبيه اللي هي مثلا الاي جي نيفروباثي، الثيم بيزمنت ميمبرين ديزيز، البورت، بقيه التهابات الكبد مثلا الذئب وغيره، هذول كلهم بيعملوا بيله دمويه. ف
فأنا بيهمني أعرف ميز هذول الحالات وميزها عن الحالات الثانية اللي معظمها حالات جراحية. حقيقة مريض البيئة الدموية هو بيتوزع بين طبيبين، بين طبيب الكلية وبين طبيب الجراحة. فممكن يبدأ مع طبيب الكلية ليشخص ويبحث عن الأسباب الداخلية، أسباب الكلوية للبيئة الدموية، ولما بيلاقي بين فيها بيحوله لطبيب الجراحة، أو بالعكس وارد الحادث. يعني عموما عادة طبيب الكلية هو اللي بيبدأ مع المريض، وإذا لقى إنه ما في شيء من ناحيته فبيحوله لطبيب الجراحة ليشوف إذا كان هذا المريض مثلا عنده أورام، عنده حصيات أو غيره. طبيب الكلية عادة بيقوم بعدة استقصاءات، هشوفيكم إياها لنشوف إنه هي فعلا البيلة من مصدر كبي أو من مصدر غير كبي. فمرة ثانية، إما البيئة الدموية اللي بتهمني هون بهذا الكورس هي البيئة الكبية اللي هي التهابات الكبد والكلية، أو إنه في أورام أو غير أورام أسباب جراحية للبيئة الدموية. لما بتكون مايكروسكوبيك، شو معنى مايكروسكوبيك؟ إنه أنا ما بقدر أشوفها بالعيان. الماكروسكوبيك عادة، ماكروسكوبيك لما بتكون بيشوف المريض بعينه الدم، أحيانا بيشوف خثرات عادة من مصدر غير كبي، عادة من الطرق البولية السفلية، وعادة الطبيب الجراحة هو اللي لازم يستقصيها. بينما المايكروسكوبيك مو دائما بتكون سليمة، لا أبدا، مش مثل البروبلم. لما بده يكون كل الاستقصاءات اللي عملتها سلبية، وحشوفيكم إياها بعدين هلا السلايد اللي بعده، وقتها ممكن نقول إنه المايكروسكوبيك أنا ممكن أكتفي بالمراقبة، كل 6 شهور مثلا أو 4 شهور بعمل تحليل للمريض أو براقبه وبعمل له وظائف كلية. هلا في عندي 3 شغلات أنا ممكن أحصيهم أو أبحث عنهم لحتى اثبت او دور انه هل فعلا هي البيله هي المصدر كبي او لا. هل في بروتين يوريا مرافقه؟ يعني ظهرت البيله الدمويه وعملت تحليل البروتين بالبول وكان ايجابي وكله جديد ظهر وسوى، فالغالب انه المصدر كبي، غالبا مصدرها كبي. هل في انخفاض حديث بالجي اف ار؟ نفس الشيء كمان، ظهرت البيله الدمويه وترافقت مع انخفاض الجي اف ار مع ارتفاع الكرياتينين مثلا، كمان هذا الشيء بيرجح انه المصدر كبي، انه المصدر من اعلى. هل في ارتفاع ضغط حديث؟ كمان وجود ارتفاع الضغط الحديث بيرجح انه السبب كبي. هلا لو البيله البروتينيه هي بيله مستمره دائما، مريض مثلا اي جي اي، مثلا مريض سكري وعنده دائما بيله بروتينيه، عمره معه سكر من 10 سنين ولا عمره صار 60 سنه، وهلا فجاه ظهرت عنده بيله بروتينيه، ممكن يكون سبب هون سرطان مثانه او غيره او كلية حتى. فانا هون ما عاد فيني اقول لانه البيلة البروتينية موجودة انه هي البيلة الدموية سليمة، لا، لازم استقصيها اكثر. نفس الشيء مريض سكري كرياتينه 1.5 أو 2 طول عمره مثلا على مدى 10 سنين سابقات وثابت، وهلا ظهرت عنده البيلة الدموية حديثة، كمان هذا الشيء لازم يقول لي انه لا، انا لازم ابحث عن سبب ثاني. نفس الكلام ارتفاع الضغط، مثلا مريض ارتفاع ضغط مزمن عمره 50 سنة صار هلا عمره 65 وفجأة عم يشكي لك من بول بالدم بالبول، فهذا كمان انا لازم استقصيه بشكل انه ما اقول انه لا هذه بيله من مصدر كبي. الاعمار الصغيره عموما اقل من 40 سنه بيكون احتمال الاكبر انه اصابه بعلويه. لما بيكون اعمار كبيره اكثر من 40 سنه لازم ابحث بشكل اكثر جديه عن وجود ورم او خباثه بالسبيل البولي من اعلى للاسفل. الماكروسكوبيك البيله العيانيه اللي هي بشوفها بعيني، بشوف المريض بعينه الدم البول احمر، وهي شيء خطير حقيقه، بيخاف انه مش خطير، المرضى بيخافوا لما بيشوفوا الدم بالبول، فهي كمان بترجح اكثر انه الاصابه من السبيل البولي السفلي بدءا من الحالب الى المثانه او الحليب. بينما المايكروسكوبيك عادة مثل ما قلنا عادة بتكون من مصدر علوي. هذا لا يعني انه البيلة الكبية ما بتكون مايكروسكوبيك، ممكن مريض الاي جي نفروباثي يجي بمايكروسكوبيك، فالمايكروسكوبيك ممكن يكون من فوق وممكن يكون من تحت، وان كان احتمال الارجح تكون من تحت. هلا ممكن انا اطلع على الكريات الحمر تحت المجهر، مثل ما احنا عملنا سلايد وشفنا الكريات الحمر بالبول بشكل مباشر، فهل هي كريات ديسمورفيك، كريات مشوهه؟ لما تكون كريات مشوهه فاحتمال اكبر تكون جايه من اعلى، مش مجرد يكون في ظهرت عندي كريه وحده مشوهه. بالمناسبه هذا الشيء لازم يقول انه هذه انه هي مصدر كبي، لازم يكون في نسبه، فبنسميها الخلايا هي الايكانثوسايتس اللي هي الخلايا المشوكه على ما اذكر، او هيك شيء والله لا اذكر الترجمه الصحيحه لهي الكلمه، بس انا لازم اطلع على عددها قياسا بعدد الكريات الحمر اللي عم شوفها بالساحه، فاذا كان اكثر من 500 فهذا
فعلا شيء بيوحي انه هذه فعلا من مصدر كوبي. الايكانثوسايتس هي كريات حمر، شايفين هاي الكريه الحمراء وفي عليها بليبس مثل فقاعات. سبب هذه الديسمورفيو الايكانثوسايتس انه هي الكريات الحمراء عم تعبر الغشاء القاعدي، ما بيكون في تمزق كبير، بيكون في اذيه صغيره بالغشاء القاعدي. ومرورها على الغشاء القاعدي عم يشوهها، فما بتوصل للبؤ الا بتوصل بهذا الشكل. إذا ظهرت الكاست اللي هي أسطوانات الكريات الحمر، هذا بدل إنه هي جاي من مصدر علوي. شو معنى الكاست؟ إنه في عندي مادة بروتينية هيالين مثلا بسموها، تجي الكريات الحمر وتتراصف فوقها وبتظهر بالبول بشكل كاست بشكل سلسلة. هذه كريات الحمر، هذا بمجهر اسمه الفيز كونتراست مايكروسكوبي. شوف هاي الكرية الحمراء، هاي الكرية الحمراء مثلا، لاحظوا البليبس اللي هي الايكانثوسايتس، هذا بدل انه هي البيله كوبيه اذا كان نسبتها 5%. هلا اذا بتدققوا منيح هون على هي الساحه، هذه كريات حمر، هذه كريات حمر، لاحظوا هالسلسله هي من الكريات الحمر متراصفه فوق بعضها، في ماده هيالينيه حواليها، فهذه ار بي سي كاست. لما بتكون في هذه الاسطوانات موجوده بالبول، فهذا بدل انه البيله كوبيه بشكل ارجح. المحاضرة الماضية حكينا فيها البيلي بروتيني عن النيفروتيك سيندروم، وان النيفروتيك سيندروم هي بيلي بروتينية مترافقة مع أعراض جهازية وذمات ونقص ألبومين وفرط كوليسترول إضافة لبيلي بيلي شحوم. في هلا بدنا نعرفكم بالمصطلح الثاني، هو النيفريتيك سيندروم. النيفريتيك سيندروم هو التهاب كبي حقيقة، جلوميرولار انفلاميشن، في انفلاميشن، في عندي بروتينوريا بس ما بتكون بالنيفروتيك رينج، يعني 1 ل 2 جرام مثلا. الاهم هو الهيماتوريا، بيكون في عندي بيله دمويه، جي اف ار ممكن ينزل، ممكن يصير في وذمات، ممكن يصير في ارتفاع ضغط، فهي مجموعها اللي هي اساسا هيماتوريا مع انفلاميشن بيسموها النيفريتيك سيندروم. المعجم الطبي الموحد ترجمهم، طلعت على الترجمه حديثا للتفريق بين التنتين، لانه فعلا لازم يكون كلمتين قريبتين. فهو مترجم النيفروتيك سيندروم المتلازمه الكلائيه والنيفريتيك سيندروم بالاي المتلازمة الكلوية. أنا شايفها ترجمة مقبولة حقيقة، وإن شاء الله ممكن نعممها أكثر، بحيث إنه يصير لما يسمع الواحد متلازمة كلائية يخطر بباله مباشرة نيفروتيك سيندروم. كلمة نيفروز مثلا كان نحاول من زمان كنا نسمع هذه الترجمة، ما عادت موجودة كترجمة أو كمصطلح. بيبقى نقطة تانية أخيرة لازم أقولها، إنه تراوح الأمراض الكوبية بين النيفروتيك سيندروم والنيفريتيك سيندروم هو طيف واسع حقيقة. حكينا الخمس أمراض الشهيرة اللي هي المينيمال تشينج والممبرينس والديابيتس والأميلويد والإف إس جي إس، إنه هي معظمها أو دائما بتجي ببيلة بروتينية صرفة. حقيقة مش دائما، هذا الكلام، هذا سلايد ممكن مش لطلاب الطب، هذا السلايد لأطباء الكلية وأطباء الدراسات. طلاب الطب خليكم بالمعلومة السابقة، إنه في طيف من الإصابة، مينيمال تشينج نادر أو عادة ما بيجي بنيفريتك، يعني ما بيساوي بيلة دموية، بس مثلا ميمبرينس أحيانا بيصير في بيلة دموية، ما بيتظاهر بنيفريتك. حتى الديابيتس حتى السكري ممكن يصير شوية بيلة دموية، الاف اس جي اس والاميلويد ممكن يساوي بيلة دموية. فالشاهد إنه هدول الأمراض غالبا نعتبرهم بيلة بروتينية صرفة لغاية تعليمية، بس بالحياة العملية ظهور دم بالبول عند هدول المرضى لا ينفي التشخيص. بالنسبة لبقية الأمراض، هدول معظمهم بيجوا على شكل نيفريتيك سيندروم، مثلا الفيبريلاري، مثلا ميزانجيو بروليفراتيف، الام بي جي ان، الاي جي نيفروباتي، كريسنتيك، هدول كلهم بيجوا على شكل نيفريتيك سيندروم، بس ممكن يعملوا نيفروتيك. ممكن القصد انه في طيف واسع من الاصابات بين الحالتين، بس الشائع والتدريسي او الغايه التعليميه بنقول انه هدول نيفريتيك سيندروم. نتذكر انه اصابات الخلايا القدميه بتعمل نيفروتيك سيندروم او بتعمل بيله بروتينيه شديده نيفروتيك رينج، وتتظاهر معها تظاهرات سريريه جهازيه بتصير اسمها نيفروتيك سيندروم. اصابات الخلايا البيطانيه الاندوثيليال بتعمل نيفريتيك سيندروم او نيفريتيك سيندروم اللي هي جلوميرولونيفرايتس، بيله بروتينيه مع هيماتوريا، ولاحظوا هون الكريات الحمر شوي مشوهه او فيها البليبس اللي هي الايكانثوسايتس. نفس الشيء اصابات الميزانجيوم، اصابات الخليه الميزانجيميه هو الاي جي اي نيفروباثي، لانه الميزانجيوم مثل ما حكينا بياثر على البودوسايتس وبياثر على الاندوثيليال سيلز، والميزانجيال سيلز اصابتها الاي جي اي نيفروباثي بيعمل بيله بروتينيه وبيعمل بيله دمويه.
هذا مقطع بمجهر الكتروني. خليني اوجهكم، شو شايفين بالمجهر الالكتروني؟ هذه الميزانجوم، هذه الخلا الميزانجوم الميزانجوم، وهذه مثلا اللمعة، هذه الكابيلاري هون جوا، وهذه خارجها، هذه خارج الكابيلاري، هذه المسافة البولية. لاحظوا أن الكريات الحمراء ظاهرة بالمسافة البولية، نفس الشيء هون الكريات الحمراء ظاهرة بالمسافة البولية. فهون أنا داخل المسافة، داخل اللمعة، شوفوا هاي كرية بيضاء، وخارجها إذا تشوفوا هي استطالات القدمية، فهذه المسافة اللي هذه اليورينري سبيس، فهذه كريات حمراء ظاهرة باليورينري سبيس. أنا لو عملت تحليل بقول أن هذا المريض أكيد حيكون في عنده هيماتوريا. هذا سلايد أو أخذه من هي المجلة ب 2002. لاحظوا كيف الكريات الحمراء عم تعبر الحاجز الكبي اللي هو الغشاء القاعدي الكبي. لهذا السبب، هذا هو سبب تشوهها، هاي بداية العبور ظهرت كلها، ربما ظهر جزء منها مرة ثانية. هذا هو سبب تشوه الكريات الحمر لما تظهر بالبول تحت، سواء على شكل ديسمورفيك اكانثوسايتس أو لو شكلت الكاست. بتمنى انه يكون عجبتكم هالمراجعة السريعة للبيلة البروتين، البيلة الدموية من وجهة نظر طبيب الكلية. لو اثبتنا انه ما في مصدر كبي وحولنا المريض لطبيب الجراحة، طبيب الجراحة هيعمل استقصاءاته بالأشعة، هيعمل التراساوند، هيعمل سي تي، ممكن ام ار اي، وممكن يعمل سيستوسكوبي، يعمل تنظير للمثانة، ليبحث عن مصدر البيلة الدموية اذا ما اثبت المكان. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا بالقناة، وإن شاء الله يا رب ننتقل بالمحاضرة القادمة، نبدأ بقى بالباثولوجي، اللي ألف باء الباثولوجي بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.